إذا اليوم رح نكمل محاضرة المرة السابقة اللي هو سكشن 2.5، حكينا على التريجنومتريك ليميت وعرفنا كيف نطلع نهايات للاقترانات المثلثية. اليوم بدنا نحكي عن البنشينج ثيرم، لكن قبل ما نروح على البنشينج ثيرم في هناك ملاحظة على أحد الأمثلة اللي هو كان مثال رقم 8. هلا هون انا اشتغلتها، طبعا فيش داعي اشتغلها لانه اصلا ناتج التعويض مش صفر على صفر، اوكي؟ يعني فيش داعي لهذا الشغل مباشره، لو عوضنا راح تطلع معي ساين الصفر على سالب باي فراح تطلع صفر، ماشي؟ هلا كانت فكرتي انا من هذا السؤال صراحه انه لما تكون عندي الزاويه مثلا لو كانت صفر على صفر كان في عندي زاويه هون مختلفه عن اللي تحت، فانا شو بعمل؟ بضرب وبقسم على نفس الزاويه بحيث اكون شكل زي هيك. وصلت؟ أنا هذا كان هدفي من هذا المثال. فإذا هذا المثال ما فيش داعي لهذا الشغل إله لأنه هو أصلا ليس صفر على صفر. فكان هدفي من هذا السؤال إنه لو كانت عندي ناتج تعويض صفر على صفر، فإنه في بعض الأحيان بضطر بإني أضرب بنفس مقدار الزاوية وأقسم عليه، ماشي؟ فإذا كان هذا هدفي من المثال رقم 8. حبينا نصحح هاي المعلومة للجميع. هلا نشوف بنشينج ثيرم. بنشينج ثيرم اللي هي اسمها نظريه الشطيره. ليش شطيره؟ لانه بتعمل تيجي مبداها مبدا الحصر. شلون يعني؟ مثلا زي ما احنا حاكين هون، اذا كان في عندي اف الاكس محصور بين اقترانين اتش الاكس وجي للاكس، اذا كانت ليميت از اكس جوز تو سي اوف اتش اوف اكس ايكوال ال اند ليميت از اتش جوز تو سي اوف جي للاكس ايكوال ال، ذن ليميت از اكس جوز تو سي اوف اف اوف اكس ايكوال ال. لاحظ شو بحكي لي؟ إذا كان f الx محصور بين اقترانين، اقتران أكبر منه واقتران أصغر منه، إذا كانت النهاية عند نفس النقطة للطرفين متساوية، لاحظ ال h وال l بروح لنفس النهاية، هاي النهاية as x goes to c لل h بتروح لل l، والنهاية لل g of x as x goes to c بتروح برضو لل l، فمعناه النهاية ل f as x goes to c برضو لوين بتتروح؟ لنفس ال l. وصلت؟ هاي هي نظرية الشطيرة. شطيرة بمعنى أنه أنا بدي أحصر اقتراني بين اقترانين. وصلت؟ طبعاً الاقترانين بتكون مختلفة أكيد لأنه بدي يكون واحد أكبر من F وواحد أقل من F، ماشي؟ بس اثنين بدهن يروح لنفس إيش؟ لنفس القيمة. هلأ كيف الأسئلة اللي بتيجي على هذا النوع؟ نأخذ هذا المثال مثلاً. على سبيل المثال بده limit as X goes to zero ل X تربيع كوساين الواحد على X. الآن لو إجيت أنا بدي أعوض صفر في كوساين الواحد على إكس، طب واحد على صفر رح تعطيني، إحنا كنا بنعرف إنه الواحد على صفر هي قيمة غير معرفة، فهاي كوساين الواحد على صفر ما بزبط أفكها لا متطابقات ولا بأي إشي، فمشان هيك رح نلجأ لمين؟ لنظرية البنشينج ثيرم. شو بتحكي للبنشينج ثيرم؟ إنه أنا بدي أخذ هذا الاقتران الإكس تربيع كوساين الواحد على إكس أحصره بين اقترانين بحيث انه هذول الاقترانين يروح الى نفس النهايه لحتى تطلع هاي الاكس تربيع كوساين الواحد على اكس بتروح لنفس المقدار. طيب كيف انا بدي ابني هذا الاقتران؟ هلا كنا بنعرف انه كوساين الاكس كوساين اي شيء شو ما كان داخل داخل الكوساين دائما القيمه راح تكون محصوره بين سالب واحد وواحد. قيمة الكوساين بغض النظر شو داخل الكوساين دائم محصور بين سالب واحد وواحد. الآن أنا شو بدي؟ حصلت إذا هاي الكوساين حصرناها كوساين الواحد على إكس، لكن أنا عندي الكوساين مضروبة في مين؟ في الإكس تربيع. فشو عملت؟ رحت ضربت المتباينة كلها في إكس تربيع. لاحظ إكس تربيع قيمة موجبة، فإذا إشارة المتباينة ما راح تتغير. طيب فإذا رحت ضربت المتباينة كلها بإكس تربيع. الآن لو اجينا على هذا الاقتران حسب نظريتي فوق حسب البنشينج هون، هذا هو اتش، هذا اتش. بدنا ليميت از اكس جوز تو زيرو ل اتش ايش تساوي؟ صفر. الليميت طبعا لسالب اكس تربيع هو الاتش هون. هون الجي مين هي؟ الاكس تربيع. الليميت از اكس جوز تو زيرو لها برضه ايش تساوي؟ صفر. بما انه الاقترانين الاكبر من اف اللي هو الأكبر من إكس تربيع كوساين الواحد على إكس، الأكبر منه والأصغر منه راح لنفس النهاية ده الصفر، فمعناه إجباري اللي بالوسط يروح لنفس المقدار صفر، أوكي؟ فإذا نهاية الإكس تربيع كوساين الواحد على إكس تساوي صفر. هلأ بجوز شو يعمل؟ مثلا يعطيني نفس النهاية
بس بدل ما يكتب لي اياها بده الليمت للكوساين، كوساين لحالها بخليها اكس تربيع، بس ما يحكي لي بده الكوساين، بده الكوساين بس مش الاكس، سوري مش الكوساين لحالها، بده الكوساين تربيع للواحد على اكس. ماشي، مرات بطلب مني مش كوساين، كوساين تربيع. طيب هاي بدنا الليمت طبعا as x goes to h goes to zero. طبعا هلا راح حل نفس الحل هون، كيف راح احصر الكوساين؟ هل كان الكوساين بحصره بين مين ومين؟ بين سالب واحد وواحد، لكن الكوساين بحالتنا هون، الكوساين بحالتنا هون تربيع، إذا ما رح تظهر مع القيم السالبة، رح يطلع معي فقط قيم موجبة. فمعناته لما بدي أجي أحل هذا المثال شو بحكي له؟ بحكي له إنه الكوساين تربيع للواحد على إكس رح يكون مش محصور بين سالب واحد وواحد، لا رح يكون محصور بين صفر وواحد. ماشي، منكمل رح نضرب بإكس تربيع هون. ماشي، لما نكمل خطوات الحل رح أضرب هاي في إكس تربيع وهاي رح نضربها في إكس تربيع. شوف هذا مثال آخر صار، وهاي رح نضربها في إكس تربيع. أوكي، هلأ بدنا الليمت as x goes to zero، as x goes to zero هاي رح تروح للصفر، وهاي سوري هاي برضو رح تروح للصفر. فإذا هاي كمان حسب البنشينج ثيرم رح تروح لوين؟ للصفر. فإذا هاي إجابتي كلها لوين راحت؟ للصفر. طبعا يمكن يغير لك الكوساين، يحط لك ساين، أو يبعد عن الكوساين والساين ويختار لك أي اقتران، بس يحكي لك إنه هذا الاقتران محصور، بحيث إنه يعطيك القدرة إنك تركب أو إنك تكون اقترانين بحيث يكون اقترانك محصور بيناتهم. طيب نشوف المثال اللي بعده. إذا الهدف من البنشينج ثيرم إنه أنا ما بعرف أحل المسألة، وصلت لمرحلة إنه ما بعرف أحل المسألة، ما في مجال لا متطابقة ولا أي طريقة إني أحلها، فشو بعمل؟ بروح بشتغل بمبدأ الحصر، بحاول أحصر اقتراني بين قيمتين. نشوف هذا المثال على سبيل المثال، بحكي لي let absolute value of f of x minus 4 over x minus 1 less than or equal 3 for all x does not equal 1. لاحظ هذا المقدار أقل من السالب، أقل من الثلاث لكل الإكس اللي بتساويش واحد، أكيد مش رح يكون معرف عندي الواحد لأنه الواحد صفر مقام. هلا هو شو بحكي لي؟ find the limit as x goes to 1 3 f of x minus 2 x square، بده الليمت لهذا المقدار. هلا أنا بقدر كطالب أوزع الليمت، ليش؟ لأنه هاي موجودة، بس هل الليمت ل f of x موجودة ولا لا؟ فشو بدي أعمل؟ بطلع على المتباين اللي معطيني إياه هون فيها f of x، فإذا طالما فيها f of x راح استخدمها. هلا المطلق أقل أو يساوي، حكينا هاي كيف بنفكها، بنشيل المطلق بتصير f ال x ناقص 4 على x ناقص 1 محصورة بين السالب 3 ومين؟ والثلاث. الآن أنا بدي f ال x لحالها، فشو عملت؟ رح نضرب المتباينة كلها في x ناقص 1. أوكي، هاي طلع كيف ضربنا المتباينة كلها. الآن بعد ما ضربنا المتباينة كلها في x ناقص 1، هسه شو صارت عندي؟ ناقص 3 مضروبة في x ناقص 1 أقل من أو يساوي f ال x ناقص 4 أقل من أو يساوي 3 في x ناقص 1. طيب الآن نيجي على إيش؟ ما بدي f ال x ناقص 4، أنا بدي f ال x لحالها، فرحنا ضفنا 4 على كل أطراف المتباينة. لما ضفنا 4 صار ناقص 3x ناقص 1 زائد 4 f ال x أقل أو يساوي 3x ناقص 1 زائد 4. هلأ اطلع النهاية اللي عندي، 3 في الليمت ل f ال x في الليمت لل x تربيع ناقص 2 في الليمت ل x تربيع، فهاي منعوض مباشرة، بضل بدي الليمت لمين؟ ل f ال x. هلأ الليمت ل f ال x، f ال x محصور بين اقترانين، أخذنا الليمت لهدول الاقترانين as x goes to 1 لأنه هو طالب مني as x goes to 1، الليمت لهاي بتروح للأربعة
لأنه هاي ناتج التعويض رح يطلع صفر، فإذا أربعة ليمت برضو لهذا المقدار رح يطلع أربعة، لأنه ناتج التعويض هون صفر فرح تطلع معي أربعة. بما أنه الأكبر منه والأصغر منه الليمت لهم بروحوا للأربعة، فإذا الليمت لأف اوف إكس لوين رح تروح؟ للأربعة. فإذا عوضنا بدل النهاية لأف اوف إكس as إكس goes to 1 عوضنا مكانها إيش؟ الأربعة. أوكي نشوف المسألة. طبعا هون بحكي try to solve هذول المسائل. هون في عندي مسألة أخرى. Limit as x goes to pi over 2 cosine x cosine tan x. هلا هون نفس الشيء. طبعا هون لاحظ لو جيت أعوض بصير عندي كوساين الباي 2 صفر. بس كوساين tan الباي 2، tan الباي 2 كنا بنعرف هي قيمة غير معرفة. ماشي؟ لأنه الليمت، لأنه التان على يمين الباي 2، يمين الباي 2 يعني إحنا بنحكي عن الربع الثاني يكون التان سالب، فرح تعطيني سالب ما لا نهاية. التان على يمين الباي 2 سالب ما لا نهاية، على يسار الباي 2 يعني بالربع الأول رح تعطيني إيش؟ ما لا نهاية. بالتالي رح يصير معي كوساين، شو أحط؟ ما لا نهاية سالب ما لا، يعني صارت نفس مبدأنيا مسألة الواحد على إكس. وصلت؟ فشو عملت؟ أخذت كوساين تان الإكس، حكينا شو ما كان داخل الكوساين هو محصور بين سالب واحد وواحد، ضربناها كلها بالكوساين، هاي ضربناها بالكوساين. الآن بعد ما ضربناها كلها بالكوساين بدنا limit as x goes to pi over 2، هاي رح تعطيني صفر، هاي رح تعطيني صفر، فإذا already هاي طلعت إيش؟ صفر. ما بدنا نعمم نحكي دائما بنشي كثير رح تعطيني صفر، لا، لأنه هاي مثلا مثال ما أعطتني صفر، أعطتني أربعة. أوكي؟ فإذا بنشن كثير مبدأها إنها بدها ناخذ لما بدنا نوجد الليمت لاقتران اعجزت، ما بزبط معي لا أي تكامل سوري عفوا، ما بزبط معي متطابقات، ما بزبط معي ضرب مرافق، ما بزبط معي إشي، فبروح بلجأ لمين؟ للحصر. بحصر اقتراني وبكون اقترانين، واحد أكبر وواحد أقل، والليمت لهدول الاقترانين بدي يكونن بروحن لنفس إيش؟ لنفس النهاية. هيك بنكون خلصنا سكشن إيش؟ section 2.5.